من تونس، حيث تشكل الأيدي المتحدة معالم المستقبل وتفتح آفاقا للتكامل والتعاون في المنطقة المغاربية. توجه الرئيس تبون إلى تونس لعقد اجتماع تشاوري ثلاثي هو الأول من نوعه بين الجزائر وتونس وليبيا، محملا بأجندة طموحة تهدف إلى إرساء دعائم تعاون مستدام. ولم تكن زيارة السيد الرئيس هذه مجرد مراسم رسمية، بل تجسيد لإرادة الجزائر في تعميق الروابط وتحقيق التكامل مع الشقيقتين تونس وليبيا من خلال حضوره البارز في اللقاء التشاوري الأول. في مطار تونس الدولي تم استقبال رئيس تبون بحفاوة بالغة من قبل أخيه الرئيس قيس سعيد. التقى القادة الثلاث في مشهد يعكس عمق العلاقات والإخاء الذي يربط بين الدول الشقيقة. الابتسامات المتبادلة والأحاديث الودية تشير إلى أكثر من مجرد دبلوماسية، إنها تعبير عن إرادة مشتركة للسير قدما نحو التعاون الوثيق. هذا المشهد الرمزي يبرز الإرادة الموحدة في مواجهة التحديات. في أروقة قصر قرطاج القلب النابض للسياسة التونسية، يؤكد الرئيس تبون مع أخيه الرئيس قيس سعيد أن الجزائر وتونس جنبا إلى جنب بالعزم والإخاء ذاته الذي يجمع الشعبين الشقيقين. الله يحمي تونس، ربي يحمينا جميعا إن شاء الله، الجزائر ويحمي تونس ويرفع كلمة الحق وسننتصر إن شاء الله. قلوبنا دائما مع الشعب التونسي مع أخي قيس. نعم، تونس، شوف تونس تتأثر بكل شيء وما تسقطش، لذا تونس تسقط إن شاء الله، تونس دائما واقفة، دائما واقفة إن شاء الله، الجزائر دائما. جلس القادة على طاولة المحادثات وجرت المناقشات في جو من الجدية والتفاؤل، حيث تم استعراض المواضيع الإقليمية الهامة والتحديات المشتركة. أكد القادة على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق، لا سيما أن المتغيرات الجديدة تتطلب موقفا موحدا قويا لا يمكن لدولة أن تحققه بمفردها. لا يسعى القادة فقط للحفاظ على ما تحقق من تقارب، بل للبناء على ذلك بخطوات جريئة نحو تعزيز مناعة المنطقة واستقلاليتها السياسية. إنهم يرسمون صورة لمستقبل حيث الشراكة الاستراتيجية ليست فقط مسارا للنمو الاقتصادي، بل ضمانا للاستقرار السياسي والأمني. الإدراك المشترك بضرورة. بعد ساعات من الحوار البناء اختتم اللقاء بإصدار بيان ختامي يلقي الضوء على التزام الدول الثلاث بالعمل المشترك والدفع بمبادرات تعود بالنفع على الشعوب. بالنسبة للقاء اللي نشوفوه احنا كمواطنين وأعيان تاسيلي نسجر، نشوفوه أنه لقاء تاريخي، لقاء مهم في مرحلة مهمة وحساسة إن شاء الله، ونحن كل أخوات. أما بالنسبة للعلاقات إن شاء الله تكون أحسن من هكا، إن شاء الله اقتصادي، إن شاء الله نتطوروا، إن شاء الله نتقدموا، إن شاء الله نكونوا لحمة واحدة. منوا لو نكونوا لحمة واحدة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي وفي كل حاجة. اللقاء التشاوري يهدف لفتح الآفاق، ونحن كدولة ليبيا يسعدنا ويشرفنا أن تكون دولة الجزائر ودولة تونس معاونة، يكون هناك تعاون سواء سياسيا أو تجاريا، ذلك شيء يعني جدا ممتاز بالنسبة للوطن والمواطن. نجدها فرصة جد جيدة، تفتح لنا مجال نوعي لتوسيع الصناعة والتسويق في الدول الثلاث. على حاجة أكثر تشرف الدول العربية بصفة عامة وسيرتو نحن تونس وجزائرية. هذه الصورة تؤكد في مغزاها أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل أصبح حتمية على الدول الثلاثة. لقد كانت ولادة فكرة بدأت بالجزائر في منتدى الدول المصدرة للغاز وتجسدت في تونس عبر عقد اللقاء التشاوري الثلاثي الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا، تعد بتشكيل عهد جديد للمنطقة نحو الأفضل. من تونس يغادر الرئيس تبون وقد وضع بصمات جديدة على خارطة التعاون المغاربي
الأمل معقود على أن هذا اللقاء سيكون خطوة أولى نحو تحقيق الأحلام المشتركة لشعوب الجزائر وتونس وليبيا في مستقبل يسوده السلام والازدهار.